السؤال هو كيفاش حققت الانجاز؟ رجع واحد الخطوه للوراء وانني تعرفت على واحد لو سيبور اللي هو سوسيتي فور ايفالين برودكتس، وسبحان الله العظيم لاول مره كنشوف ان بلان كارير قدامي. هذا البلان كارير اللي هو فيه واحد المجموعه ديال الارباح، والجميل فيه هو فيه واحد المجموعه ديال التحفيزات. ومن بين التحفيزات فور ايفالتو درايف نيفو ا شريت به التوالب ديالي دوبي، حققته المره الثانيه والحمد لله، حققته المره الثالثه وشريت به كوكسينيل. بيان سور ملي كنهضر على التحفيزات كلشي كيحماق على التحفيزات، وانا كنت منهم. والجميل هو انه هاد التحفيزات هادي ابارك المدخول اللي قدرت تعيش فيه وتحقق فيه حوايجات فرايم، مي التحفيز ممكن يحقق لك الاحلام ديالك اللي بيان سور واحد الوقت اللي كانت بالنسبه ليا كانت كتبان ليا كبيره كبيره بزاف. اللهم لك الحمد فغير عطاتني هاد الفرصه ان نعاود نحلم ونحط الامور قدامي ونشتغل عليها، واللي نطلبه هو الواحد يعاون الفريق ديالو يطلبوا الاهداف ديالهم والنجاحات ان شاء الله.